راديو نيل. طيب، والأيام اللي فاتت كثر الحديث بشكل بقى لافت للنظر جدا يعني عن حديقة الحيوان اللي موجودة في الجيزة. كلام يقول لك ايه بقى، دول هيبيعوها مش عارف لدولة ايه. كلام تاني يقول لك ايه، لا دي الدولة العلانية هي اللي هتشتريها. واحد تالت يقول لك لا، دول هيعملوها أبراج سكنية، هيقضوا على الأشجار اللي فيها والحيوانات وكل حاجة ويبيعوها، هتبقى أبراج سكنية. واحد رابع يقول لك لا، دول هيبيعوا الحيوانات علشان الضائقة الاقتصادية اللي احنا فيها. وخامس يقول لك كذا، وسادس يقول لك كذا. كثر الحديث يمين وشمال. وهنا في أمرين اتنين. أولا، لو اللي بيتكلم هنا بيتكلم من خوفه على بلده وأصولها بقى وأملاكها وتراثها اللي طبعا مالوش زي، فده طبعا يتحط فوق الراس، وده يعني واحد خايف على بلده مش أكتر. لكن اللي تلاقيه بقى بيصنع الكذب علشان يعيش الناس في بلبلة، يعيش الناس في القيل والقال والقلق، يفقدهم الثقة في نفسهم أولا وفي بلدهم. فاللي زي ده يعني مش هقول بقى اللهم رد كيد من يريد بهذا البلد الفتن في نحره، لا، نقول له معلش طلعت منك أوت. طب ليه طلعت أوت؟ أقول لك لأن حديقة الحيوان لا هي للبيع ولا أي حد كائن من كان في البلد دي يقدر يبيعها. دي تراثنا، تراثنا اللي موجود من قبل ما نتولد بعشرات السنين. دي حديقة الحيوان دي هي واختها اللي قدامها على طول اللي هي حديقة الأرمان، دول حدائق عمرهم وعمر الشجر اللي فيهم أطول وأقدم من عمر بعض الدول في العالم يعني، فاستحالة ثم استحالة يتم التفريط فيهم. واحد هنا من ناسنا وأهلنا ممكن يقول لي الله، أمال إيه الحكاية بالظبط؟ أقول له الله ينور عليك، تعالى واحدة واحدة نحكي القصة والحكاية مع بعض من أولها. أولا، حط قاعدة كده في الأول، جزئية بيع الحديقة دي انساها تماما. وخرج بيان رسمي من وزارة الزراعة بينفي القصة دي شكلا ومضمونا، وبيقول باللفظ الواحد إن هتظل وزارة الزراعة المصرية محتفظة بملكية الحديقتين، ولا مجال ولا تفكير في نقل الملكية دي لأي جهة كانت. واسمحوا لي أعيد تاني السطر اللي فات، لا مجال ولا تفكير في نقل ملكية حديقة الحيوان وحديقة الأرمان لأي جهة مهما كانت. الله، أمال هيعملوا فيها إيه؟ أقول لك يا سيدي هيطوروهم زي ما كل حاجة من حوالينا بتتطور. وكورنيش النيل مش طورناه وبقى ممشى أهل مصر يليق بوجه بلدنا، العشوائيات مش طورناها وشلناها ونقلنا ناسنا وأهلينا لمساكن آدمية متجهزة بالعفش والأجهزة الكهربائية، ميدان التحرير وشوارع وسط البلد بقى وطلعت حرب، ميدان طلعت حرب وشارع قصر النيل مش طورناهم وجملنا المباني اللي فيهم ورجعناهم لجمالهم الأصلي مرة تانية بتاع زمان. فهي القصة كده. أقول لك طيب، هو يقول لي هل حديقة الحيوان حالها تمام؟ أقول له لا طبعا مش تمام، عشان كده بيحصل التطوير اللي بيحصل فيها. ما هو لو تمام كانت يبقى زي الفل ماشية تمام، لكن بيحصل التطوير لأن حالها مش تمام. أنا هنقل لحضراتكم أمرين اتنين بس هيعرفوك إن حديقة الحيوان حالها لا يرضي عدو ولا يرضي الحبيب. أولا، البيانات الرسمية، وبعد كده تجربة العبد لله الشخصية من زيارة حديقة الحيوان مرتين اتنين السنة اللي فاتت. أولا أبدأ بالأرقام الرسمية. بص يا سيدي، حديقة الحيوان خرجت مع الأسف من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان. بسبب ايه؟ بسبب الاهمال اللي حصل فيها السنين اللي فاتت. تسألني هل خرجت السنة اللي فاتت؟ اقول لك لا، دي خرجت من 19 سنة فاتوا، من سنة 2004، لان حيواناتها كانت بتموت من الاهمال او بتتسرق علشان تتباع، وبعضها طبعا متوثق بالارقام، ومع الاسف كان بمساعدة حراس من الحديقة، زي سرقة نقطين اتنين مغربيتين سنة 2007. او بشكل ادق، شاب من بين السرايات دبح النقطين دول جوه حديقة، ما هو مش هيطلع صاحبهم كده لبره يعني، ما ينفعش، دبحهم جوه حديقة الحيوان جوه الجنينة علشان يبيع لحمتهم بمساعدة 4 حراس من الجنينة. عندك كمان اتقبض على 2 حراس للحديقة، سرقوا غزلتين وطاووس علشان يبيعوهم برضو. أما بقى بخصوص رؤية العبد لله للحديقة في المرتين اللي أنا زرتهم فيها أو زرتها فيهم، فبص يا سيدي، لو حديقة الحيوان حقيقي على أعلى مستوى ما كانتش هتسمح يتأجر جزء جواها لشركة خاصة علشان تعمل حديقة حيوان أحسن وأفضل جوه حديقة الحيوان. حد هنا يقول لي إيه ده، حديقة حيوان جوه حديقة الحيوان؟ أقول لك أيوة، حديقة حيوان جوه حديقة الحيوان، وبتقطع لها تذكرة مخصوص غير التذكرة
الأساسية بتاعت حديقة الحيوان الرسمية. تسألني الناس بتدخلها ليه؟ أقولك لأنهم هيشوفوا جواها اللي مش هيشوفوه جوا حديقة الحيوان نفسها. تيجي البيت مثلا الفيل، في الزيارتين الاتنين اللي أنا قمت بيهم لحديقة الحيوان السنة اللي فاتت 2022 تلاقيه مقفول على طول وما تفهمش ليه أصلا يعني. عندك كمان أسلوب معاملة العمال والموظفين في الجنينة للزوار، أسلوب غير لائق أبدا. تسألني إزاي؟ أقولك لو رحت عند أي حيوان، قرود بقى، بجع، دب، هتلاقي علشان تأكل الحيوان ده مع الأسف لازم تحط إيدك في جيبك وتدي للعامل اللي فيه النصيب، أو وإنت داخل كده بيت الضبع تلاقي واحد بيبص لك كده ويقولك كل سنة وإنت طيب يا باشا، وده طبعا لا يليق لأنه بيقبض مرتب على وظيفته دي طبعا، إلا من رحم ربي وما بيعملش كده. احنا بنتكلم على أمور غير لائقة، وإن كان كل أهالينا العمال والموظفين طبعا في الجنينة من أصغرهم لأكبر واحد فيهم طبعا فوق راسنا بالتأكيد، بس بنتكلم على أمور غير لائقة في حديقة الحيوان اللي لو اتظبطت هيخلي شكلنا وشكل بلدنا وشكل واحدة من أقدم وأجمل حدائق الحيوان في العالم كله أكيد هيبقى أحسن. لو عايزنا أكمل أقولك ماشي أكمل، تلاقي مثلا موجود دب أسود بس، طب فين يا سيدي الدب الأبيض؟ يقولك ده نقلناه على اسكندرية. ده غير بقى ان في نقص رهيب رهيب في عدد وتنوع الحيوانات، مش زي حدائق الحيوان اللي موجوده بره. تيجي تبص للكهوف اللي كانت بتزين الجنينه تلاقيها مقفوله بالقفل على طول، ما تفهمش برضو ليه. تيجي تبص للكوبري التحفه المعماريه اللي بناها المهندس الفرنسي ايفيل، الكسندر ايفيل، اللي هو بنى برج ايفيل في باريس، تلاقيه برضو مقفول. يبقى بالشكل ده نطور حديقه حيواننا ولا ما نطورهاش؟ طبعا نطورها، لان دي ثروه بالشكل ده، ثروة بتنهار قصاد عينينا مع الأسف يعني، فحرام تسيبها بالشكل ده. حد هنا من ناسنا وأهلنا ممكن يقول لي طيب وزارة الزراعة اللي الحديقة تبعها هل هي اللي هتطورها؟ أقول لك لا، وزارة الزراعة مش هي اللي هتطورها، وعلى فكرة مش هتدفع ولا مليم في تطويرها رغم أنها هيتصرف مليار جنيه على تطوير الحديقة دي، علشان ترجع واحدة من أهم وأجمل وأرقى وأثرى حدائق الحيوان على مستوى العالم. الجهة اللي الزراعة اتعاقدت معاها هي اللي هتصرف عليها. طب الجهة دي هتاخد فلوسها ازاي؟ اقول لك هتاخد فلوسها من المردود، من تشغيل الجناين بالشكل الجديد. الجهات اللي هتطور الحديقة هيدوا كمان لوزارة الزراعة مقابل كل سنة اضعاف اللي كانت بتحققه الحديقتين، حديقة الحيوان وحديقة الأرمان. حد هنا يكون خايف تتشال الجناين والشجر، اقول له بيان وزاره الزراعه اكد ان مفيش مساس لا بالشجر ولا بالنباتات النادره اللي موجوده ولا حتى بالمساحات الخضراء. حد تاني ممكن يقول لي خايف برضو على المباني الاثريه في الجناين دي، اقول له برضو بيان وزاره الزراعه اكد ان مفيش اي مساس بالمباني الاثريه ولا بالجبلايه ولا جزيره الشاي ولا حتى كوبري ايفيل. نسبة المباني جوه الحديقة هتبقى أقل من 1% من المساحة كلها، وتاني وتالت هتفضل الملكية فقط لوزارة الزراعة. طبعا عايزين حدائقنا ما تقلش عن مثلتها اللي موجودة بره، ما تقلش مثلا عن حديقة حيوان تورونتو في كندا، عن حديقة حيوان كولومبوس في أوهايو في أمريكا، حديقة حيوان برونكس في نيويورك، حديقة حيوان بكين اللي موجودة في الصين، حديقة الحيوان اللي الوطنية، الحديقة الوطنية اللي موجودة في جنوب أفريقيا. أنت لما تعيد ترتيب أوراقك علشان تشيل التراب من على ثرواتك، ده في حد ذاته شيء يبسط. لما تحسن وتخلي شكلك أفضل وشكل بلدك أفضل وتعمل دعاية بعد كده معتبرة، ما هو ده يعني هيجيب لك الناس من جوه مصر ومن بره مصر. من بره مصر هيجي لك سياحة، شكلك الحلو هيجيب لك سياحة، تدفع عملة صعبة هنا في مصر علشان يشوفوا جمال بلدك. العبد لله لما زرت سيدني في استراليا من كام سنة كانت حديقة الحيوان هناك أمر رئيسي، أمر أساسي في زيارة مدينة سيدني الاسترالية. فعايزين ده يبقى عندنا، وهو بالفعل عندنا، عندنا حديقة حيوان، بس مجرد تشيل التراب، تشيل الصدأ من عليها، الصدأ اللي مخبي المعدن النفيس. هنا حد سريعا من ناسنا واهالينا ممكن يقول لي طب ما هو طريقه العمال والموظفين هتفضل هي هي. هنا اقول له لا طبعا، يبقى حرام علينا لو احنا طورنا وكلفنا وفضلت زي ما هي، وعشان تضمن ان الدنيا تمشي مظبوطه انت مدخل القطاع الخاص في القصه بتاعه الاداره، فتلاقي العامل اللي بيسيء لشكل الحديقه يقول لك كل سنه وانت طيب يا باشا، علشان تدي له بقى اللي فيه النصيب، تلاقيه فوقيه مشرف بيحذره بينذره
في البداية لو لقى الفعل ده منه، لو كررها يحاسبه أكتر وأكتر، كررها بعد كده يبقى خلاص شكرا جزيلا، أنت شخص مسيء للحديقة وما تنفعش تكمل معانا بالشكل ده بدل أنظرناك مرة واثنين وثلاثة. لكن تاني وتالت وعاشر أعيد وأكرر، ملكية الحديقة مصرية ثم مصرية ثم مصرية، عايزينها ثروة مصرية من غير ما تشوف يعني إهمال فيها، من غير ما ندفن رأسنا يعني في الرمل. فتاني نقول زي ما بنقول دايما، اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا وحال بلدنا إلى أحسن حال، اللهم آمين.